كانش لزوم كل ده، كفاية تعبك معانا. مفيش تعب على حاجة، ودي كلها حاجات بسيطة. اقعدي بس اقعدي. خدي بالريق. شكرا. أنا آسفة جدا والله إن أنا صحيتك في نصاص الليالي كده، أصل كنا لوحدنا في البيت وعماد ما كانش موجود وكان تليفونه مقفول، فأنا أحتست ومعرفتش أتصرف إزاي. آسفة علي يا غالية، أنت الكلام ده فعلا بيضايقني. المهم دلوقتي إن إحنا نطمن بس على الحاج. يا رب إن شاء الله يا رب. خدي كل حاجة. شكرا بجد، يعني تعبتك معايا. روح أنت دلوقتي وأنا بكرة إن شاء الله هعدي عليك وأجيب لك فلوس المستشفى. فلوس إيه اللي بتكلمي عليها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ فلوس اي وقت مش مشكله، خليني بس نطمن على الحاج وخلاص. اصلا انا نزلت من البيت بسرعه مخضوضه كده وما خدتش حاجه معايا غير الموبايل. وانا مش عايزك تتخضي اصلا، كلمت الدكتور وقال لي انه خلاص بقى كويس، هو كمان شويه هيطلع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يعمل فيه الخير. لا اله الا الله. عمي خليل ماله مرمر؟ انت فين؟ انا كنت بلعب 10 دومان على قهوه وبعدين ده تليفونك مقفول ليه؟ انا بقى لي 5 ساعات مش عارفه اوصل لك. وكتاب الله كان فاصل شحن، بس انا اول ما عرفت جيت على طول. طمنيني على عمي خليل الله يكرمك، هو كويس؟ ولما انت على القهوه مش حنتش تليفونك ليه؟ بابا كان هيروح مننا لولا ان احنا لحقناه وجينا جري بيه على المستشفى. معلش يا حبيبتي، كان القهوه ما فيهاش شاحن رفيع فكنا بندور على شاحن. هي المحاكمه على الشاحن ولا بنطمن على صحه الراجل قبله؟ انا كنت هعرف منين يعني ان هو هيتعب مرمر؟ المهم الراجل كويس، طمنيني. كويس الحمد لله، الله يريح قلبك. بس غالية بردك ما بتغلبش اهو ما شاء الله عليها، يعني اول ما عمي تعب كلمت استاذ يحيى جه على طول. انت كنت عايزه تعمل ايه؟ الراجل كتر خيره جه جري وقعد معانا ومش عايز يسيبنا غير لما يطمن على بابا. ايوه ايوه كتر خيره طبعا، امال راجل جدع لا رجوله. منور يا استاذ يحيى. اهلا بيك. عايش تعبناك معانا بقى. لا تحت عمرك. يلا يا بابا. يلا حبيبي. مفيش بابا كويس. بالراحة بقى، على عنك عنك عنك. تعالى يا عم تعالى. الحمد لله على السلامة. شكر يا ابني، ربنا يكرمك. طبعا تعالى يا عم خليل، عنك انت يا استاذ يحيى. تعالى يا عم خليل على مهلك. الف سلامة. اتفضل. حسب الرصيف، حسب الرصيف. خضتنا عليك والله. شكرا. الحمد لله. شكرا يا استاذ يحيى. شكرين يا ابني. شكرا قوي والله، مش عارفة اقول لك ايه. لا لا مفيش حاجة، المهم بس نطمن عليه. الحمد لله. الحمد لله. ولو احتجتي اي حاجه انا موجود، كلميني في اي وقت، ما تقلقيش. كفايه قوي كده والله، يعني عطلناك عن شغلك وعن بيتك وزمان المدام دلوقتي قلقانه. لا ما تقلقيش، انا مش متجوز. بعد اذنك اتفضلي.